عسلامه عسلامه عزيز سواج، كي كلمناكم وسمعناكم الحكايه ما ترددتوش دونك الخاطر صح حكايه. السلام عليكم سعد. مرحبا سيد احمد. عسلامه. حكايه سي توشونت برشا الله غالب. أنا الواحد أصلي من الجنوب، أنا قلب حنين معناها من طبعة، فهمني الله غالب. وتفاعلت معها برشا وحبيت معناها هذا حاجة نعملوا فيها كوتيديان، معناها نعمل معناها سبحان الله معناها فهمني، نعطوا عمرات للعباد عادي معناها علاش لا، حبينا نتفاعلوا معناها باهي. أيا تاخذ لنا كونجي مالا وتفهموا على الكونجي هذايا وتمشي العمرة بقدرة ربي وتدعي لأشرف ها ودعوة باهية باش ربي يفضلكم وربي يفضلهولك. دونك دام حياة دونك بعد شوية تنسقوا العملية، تحضرك الباسبور وتمشي تعمل العمرة نتاعك بقدرة ربي. أشرف فرحان لأمك؟ فرحان بيان سور. ونوع حاجة كنت أتمناها لأمي ما كانت ليش في البال ويرحم والديكم. ونوعدوك فيما يخص حكاية بلدية كارتاج، فما موضوع تطور برشا دونك باش نتبعوه وبقدرة ربي نلقاو حل. سيد أحمد وكان حتى باسبورها مش حاضر نجم نحضره لها ندفع لها حتى كل شيء نخرجه لها بإذن الله نعاونوها باش تحضر الباسبور نتاعها البليتو بوسيبل. هيا لله فرج الدليل. وكان حتى ما عندهاش مصروف قدرة ربي معناها باكيج كامل ما عندهاش اللي كان عندها مصروف تعمل بيه حاجة أخرى فما حتى زيادة تصفيقة بربي فما